مشهد دموي آخر في العراق أذهل العالم. ففي الثاني من شباط فبراير عام 2004، بعد 6 أشهر من مقتل باقر الحكيم، تعرضت كربلاء والكاظمية إلى عمليات تفجير ضخمة أسقطت المئات بين قتيل وجريح. استهداف الشيعة في ثاني أكبر عملية ضدهم، كان من الصعب توجيه الاتهام إلى الزرقاوي بالوقوف وراءها دون دليل، نظراً لأهميتها وضخامتها. كشفت السلطات الأمريكية عن رسالة قالت إن الزرقاوي كتبها إلى قادة القاعدة تدعو لحرب طائفية في العراق، ضبطتها على قرص مدمج مع أحد أعوان أسامة بن لادن، يدعوه فيها إلى موافقته على قتال الشيعة. بعد 8 أيام من تفجير كربلاء والكاظمية، أعلنت السلطات الأمريكية بالعراق مضاعفة المكافأة المرصودة لمن يدلي بمعلومات عن الزرقاوي، وأصبحت 10 ملايين دولار لإضفاء الصدقية على أن الرسالة كتبها الزرقاوي بنفسه. أمريكا ساذجة للغاية بأن دفعت بأبي مصعب 10 ملايين دولار. رجل يريد أن يكسر حضارة تسود العالم، وكلفت هذه الحضارة أن تكسر الاتحاد السوفيتي مليارات الدولارات، والحضارة التي يتوقع أن تسود وتحكم العالم أو تكون ندا لأمريكا بعد الاتحاد السوفيتي هو الإسلام، فقط 10 ملايين دولار. التسجيل الصوتي الذي صدر عن الزرقاوي بعد وقت قصير من ضبط الرسالة يتوافق في مضمونه مع ما جاء في الرسالة التي كشفت عنها السلطات الأمريكية. وهؤلاء المخدرون مستمرون في حقن الأمة بأفيون الموت البطيء، والعجيب أن هؤلاء عذاب على المسلمين ورحمة للكافرين. فهذا قائلهم يطعن في الشيخ المجاهد أسامة بن لادن ويلمزه ويتهمه أنه صنيعة الأمريكان فيما هو يثني على إمام الكفر والزندقة السيستاني، ويطريه ويصفه بأنه عالم من علماء المسلمين. فإلى الله المشتكى. موقف الزرقاوي من الشيعة أثار تساؤلات كبيرة، فهل يتوافق هذا الموقف مع فكر مدرسته المذهبية التي باتت تسمى السلفية الجهادية، أم أنه يتجاوزه في النظرة إليهم؟ فالمسلم الحق الذي يعرف الحق الصحيح يعلم أن جميع علماء الشيعة كفر مرتدين على آخرهم، فكل مسلم أبو مصعب أو غير مصعب يجب أن تكون كلمته حاسمة في الشيعة، لأنهم يقتلون من علمائنا ومن أهلينا ومن أصحابنا، وما زالت خدعاتهم وما زالت نواقصهم في المجتمع وفي جميع الأزمان مشهورة بالرديئة عليهم. إن من يتحدث بهذه الطريقة في إثارة الحساسيات بين السنة والشيعة، سواء كانوا من الشيعة أو من السنة، هؤلاء متخلفون، وهؤلاء هم أعوان الاستكبار الأمريكي وكل حلفائه، لأنهم يشجعون كل خططه في تحويل العالم الإسلامي إلى عالم تأكله الفتن المذهبية. الموقف من الاحتلال الأمريكي للعراق بين المقاومة المسلحة بالجهاد والاحتجاجات السلمية كان نقطة الخلاف الرئيسة بين الطائفتين السنية والشيعية التي اتكأ عليها الزرقاوي. إننا أعتقد أن مسألة الجهاد ليست لافتة تعلق على هذا الموقع أو ذاك الموقع. الجهاد يمثل حكما شرعيا يختزن في داخله البرنامج والخطة والقيادة والظروف الموضوعية المحيطة بالبلد في الداخل والخارج بما فيها الظروف السياسية.
المرجعية الدينية الشيعية تاريخيا هو هذا موقفها اللا موقف، السكوت المطبق. لو عدنا إلى ثورة العشرين اللي كان الشيرازي هو المرجع الأعلى، وكانت الناس تنادي بالجهاد والخروج على المحتل الإنجليزي، لكن هو لا يقبل بإعطاء رأي في هذا الموضوع. أمة الإسلام أدرك الجهاد في العراق قبل أن تتكالب الكثرة الكافرة على المجاهدين، هو الذي نفسي بيده، إذا خبت جدوة الجهاد وضعف نفسه وسكرت جيوب الجهاد في العراق فلن تقوم للأمة قائمة إلا أن يشاء الله. الزرقاوي ومعظم جماعات العنف الإسلامية في العالم ينتمون إلى ما اصطلح على تسميته بالسلفية الجهادية التي ولدت منتصف القرن الماضي. إن الظروف التي عاشتها الأمة في نصف القرن الثاني بشكل عام من القرن العشرين، وفي الربع الأخير من القرن العشرين حدثت قفزات وهزات جعلت من السلفية الأخيرة أن تأخذ سبيلاً انفعاليا غير عادي، قادتها أمام أحداث جسام حقا، ويجب أن نقر أن هذه الأحداث هي التي بلورت السلفية الجهادية الأخيرة. ذهب كثير من الشباب ومنهم أبو مصعب الزرقاوي وإن كان في مرحلة لاحقة إلى الجهاد في أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي آنذاك. من هنا ظهر ما يسمى بالسلفية الجهادية، ثم بدأت السلفية تأخذ يعني بعدا أكثر شمولية في مسائل عدة. في الأول من شباط فبراير عام 2004 أقام حزبات طلباني والبرزاني في مقرهما الرئيسيين بشمال العراق حفل استقبال بمناسبة قدوم العيد. بعد لحظات قليلة انقلب المشهد رأساً على عقب بعد تفجير استشهاديين نفسيهما بين حشود المهنئين، مما أدى إلى مقتل 56 شخصاً وجرح المئات. هذه العملية المرعبة التي أعلن الزرقاوي مسؤوليته عنها تبين أن موقفه المتشدد لم يقتصر على الشيعة وحدهم، بل شمل أكراداً مع أنهم مسلمون سنة لكنهم من وجهة نظره عملاء. العميل الصهيو أمريكي جلال الطالباني عن فرقة الاغتيالات التابعة للموساد التي تسكن في شارع العدنانية في وسط كركوك. ما قام ويقوم به الزرقاوي من عمليات عسكرية في العراق دون أن يترك أثراً يوصل إليه فيه دلالة على حنكة عسكرية اكتسبها في أفغانستان كانت عوناً له أيضاً قبل 4 سنوات حين حوصر ومجموعته في هيرات أثناء الهجوم البري على أفغانستان. بسرعة قصوى توجه إلى ملك الملوك، إلى رب العالمين، توضأ وكان هناك مسجد صغير وأصبح يصلي ويبكي بكاء شديد ينادي ربه. فصلى أظنه ركعتان وخرج، فاختار بعض الأخوة حتى يفكوا أسر أخوانه، وبالفعل قدر الله عز وجل أنهم فكوا أسر أخوانه.